السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا الوطني إنجازات وطنية. ومن منبر قناة جوسات الفضائية الأردنية ضيفنا لهذه الحلقة سعادة رجل الأعمال معروف والمدير العام السيد علاء حداد، صاحب مؤسسة علاء حداد للخدمات المحاسبية والضريبية. سعادة رجل الأعمال والمدير العام السيد علاء حداد، صاحب مؤسسة علاء حداد للخدمات المحاسبية والضريبية، حابين نعرف السادة المشاهدين بالبداية أكثر، من هو السيد علاء حداد؟ سعادة رجل أعمال السيد علاء حداد، بالبداية منرحب فيك ببرنامجنا الوطني إنجازات وطنية، نحكي لك أكيد مساء الخير. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم وشرفتوا مكتبنا. نعم نعم، واحنا بزيدنا شرف ايضا لقدومنا لمؤسسة علاء حداد، السيد علاء حداد المدير العام لمؤسسة علاء حداد، لكن حابين نعرف السادة المشاهدين اكثر، وانت اشهر من ان تعرف في هذه المؤسسة، من هو سعادة رجل اعمال السيد علاء حداد؟ تفضل. بالبداية انا اسمي علاء حداد، صاحب مؤسسة علاء حداد للخدمات المحاسبية والضريبية، خريج دبلوم كلية مجتمع ادارة اعمال وخريج بكالوريوس محاسبة من جامعة العلوم والتكنولوجيا. نعم سيد علاء حداد، لو نتحدث الآن عن تأسيس هذه المؤسسة، مؤسسة علاء حداد خدمات ضريبية، وآلية وفكرة وإنشاء هذه الشركة. تأسست مؤسسة علاء حداد للخدمات المحاسبية والضريبية بعام 2012 بشهر 10. الغاية كان من تأسيس هذه المؤسسة أنه بالسابق نتيجة الخبرة العملية تبعتنا بما يقارب 20 عام كمدير مالي لمجموعة شركات، نعم. صار التوجه تبعنا أنه نطلع نشتغل بقطاع خاص لصالحنا، نعم. ولصالح نخدم الشركات والمؤسسات القائمة في المملكة الأردنية الهاشمية، وكان التوجه تبعنا أنه نطلع للقطاع الخاص ونعمل الشغل الخاص لصالحنا، فبالتالي صارت الفكرة تبعتنا أنه نأسس المؤسسة هاي ونبلش نشاطنا العملي ننطلق للسوق الأردني بشكل عام على أكمل وجه، وجميع محافظات المملكة إحنا مغطي الخدمات المالية والضريبية كاملة والأعمال المحاسبية. جميل، نتحدث الآن عن يعني ما شاء الله لك الباع الطويل سيد علاء حداد بعدة شركات، تحدث الآن عن خدمات بتقدموها في مؤسسة علاء حداد. إحنا أول ما بلشنا بعام 2012 كمكتب خاص لإلي، نعم. بلشنا بالأعمال المحاسبية، نأخذ بعض الشركات القائمة ومسجلة طبعا قانونيا بداخل المملكة الأردنية الهاشمية حسب الأصول، أنه نقوم بالأعمال المحاسبية لإلهم ونحدث لهم برامج المالية والمحاسبية، وبالتالي بعد الأعمال المحاسبية بيصفي عنا أنه نبلش بالأعمال الضريبية، لغاية انه اي شركه واي مصلحه بحاجه طبعا للكادر المالي، وبالتالي بدك تقدم انت ايش الاقرارات الضريبيه والموازنات لضريبه الدخل، ونبلش احنا نكون مفوضين عن الشركات هاي، نناقش الاقرارات والميزانيات المقدمه لضريبه الدخل، ونكون مستشارين للشركه بحيث اي شركه موجوده قائمه بعمان احنا نساعدهم بالافكار والطرق الماليه والمحاسبيه على الشكل الصحيح، بحيث انه تكون امورهم كلها كامله مرتبه مع الضريبه ومع الجهات اي شركات بتعاملوا معها. جميل. سيد علاء، خلينا نعرف الساده المشاهدين اكثر، ما المقصود بالخدمات المحاسبيه والضريبيه؟ الخدمات المحاسبية الباب الأول نتكلم عنه أنه أي شركة طبعا العمود الفقري تبعها اللي هو الدائرة المالية، نعم. الدائرة المالية لما تفوت على أي منشأة قائمة بالأردن هي بتقوم بجميع أنواع المحاسبة لنفس النشاط من حيث الإيرادات والمصاريف وآلية إصدار البيانات المالية والتقارير المالية والموازنات في نهاية العام لكل هاي. فإحنا خدماتنا إحنا بنقدم هاي الخدمة إنه من عندي أنا كادر موجود بروح بقدم الخدمات المحاسبية، بسجل الحسابات وبشرف على التقارير لغاية ما نوصل بنهاية السنة المالية بطبعة التقارير والميزانيات من خلال مدققين معتمدين لجمعية مدققي الحسابات، طبعا مش تابعة لنا، هي شركات هن بيكونوا معينينها من خلال وزارة الصناعة والتجارة. فإحنا بنستكمل ما بعد إصدار الميزانية هاي بنبلش في الباب التالي اللي هو الاستشارات الضريبية. نعم. مجرد ما نستلم الميزانيات من الشركات بنوجههم أنه يقوموا ضمن المدة القانونية بتقديم الإقرارات الضريبية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وإحنا بنتابع أمورهم ما بعد ذلك مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
بمناقشة المقدرين وتصويب أوضاع الشركة إذا كان عندها أي مشاكل مع الضريبة. والحمد لله إحنا نسبة الأعلى مع كل مكلفينا اللي ما عندهم أي مشاكل، أمورهم سليمة 100%، ونمشي إحنا بالإجراءات لغاية ما نحصل على براءة ذمة لصاحب المنشأة وللمنشأة من ضريبة الدخل. نعم جميل، يعني تعاونكم مستمر سيد علاء مع أي جهة بالضبط؟ إحنا تعاملنا كقطاعات خاصة مع الشركات ذات مسؤولية محدودة متنوع، عندنا مجالات كثيرة من الشركات والمؤسسات والمكلفين الأفراد المواطنين العاديين برضو اللي ذوي دخلهم خاضع لضريبة الدخل، إحنا طبعا منتابع أمورهم مع ضريبة الدخل كاملة. نعم جميل، شو بتتميز مؤسسة علاء حداد الخدمات المحاسبية والضريبية عن مع احترام للجميع المحترم لكل مؤسسة عن مؤسسات أخرى؟ إحنا الحمد لله يعني الميزة تاعتنا المصداقية بالعمل، السرية بالعمل، نعم، السرعة بالإنجاز المعاملات، وبنفس الوقت منقدم المشورات القانونية ضمن قانون ضريبة الدخل والمبيعات. جميل سيد علاء حداد، كيف ترى تطور القطاع الخدمات المحاسبية والضريبي في الأردن؟ هل هو متطور؟ بشكل عام الخدمات المالية والمحاسبية والضريبية في المملكة الأردنية الهاشمية تطورت بشكل كبير، وبالذات بآخر سنة ونص سنتين، بحيث أنه نفس دائرة ضريبة الدخل فرضت قانون لكل الشركات بتعيين مكتب خدمات محاسبية مرخص لدى دائرة ضريبة الدخل، ويكون عنده تفويض مسجلة قبل عام 2015 بشهر 8 أقل تفويض عدد 5 حسب القانون النزل وموقع ومثبت في دائرة ضريبة الدخل. نحن الحمد لله الإجازة تبعتنا مرخصين لدى دائرة ضريبة الدخل بالدفعة الأولى، ورقم إجازتنا 271، يعني من المؤسسين بالحصول على سند الإنابة مع ضريبة الدخل. ما شاء الله، يعني احنا نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح سيد علاء حداد. هل تواجهون أي مشاكل أو معوقات من جهات معنية؟ مشاكل معوقات مع دائرة ضريبة الدخل الحمد لله الكادر اللي عندهم كادر ممتاز جدا، نعم، متعاون جدا معنا وإحنا متعاونين معهم. لما يكون في مصداقية وفي قوة تعامل مع دائرة ضريبة الدخل ومع الكادر تبعها احنا ما يكون عندنا اي معوقات. مرات المعوقات بيكون اذا في اخطاء محاسبية من نفس الشركات، لانه بيكون عندهم نقص بالمعلومات بكيفية توجيه الحسابات، بكيفية تسجيل الحسابات، فاحنا بنساعدهم بتوجيه المعلومات بالشكل الصحيح، بحيث انه الحمد لله ما في عندنا اي معوقات. يعني كمان بتساعدهم ايضا، احنا بنساعد الطرفين. نعم. بنساعد الطرفين. جميل، يعني شو بتحب توجه لهم رسالة شكر عبر هذه شاشة قناة؟ انا بصراحة بقدم كل الشكر وكل الاحترام اول شيء للقناة الجورسات بشكل نعم. عام وللكادر الكامل الموجود فيها، وبنفس الوقت كل الشكر طبعا لدائرة ضريبة الدخل اللي هي متعاونة بالشكل الأساسي معانا احنا كمستشارين ضريبة الدخل، وبنفس الوقت اصلا القطاع الخاص احنا كل الشكر لانه عماله بيستمر معانا بالشغل، واحنا اذا استمر الشغل احنا مستمرين في العمل داخل المملكه وخدمه الوطن. طبعا هاي اهم شيء، اهم دور كبير، واحنا بنشكر ايضا ضريبه الدخل تعاونها المستمر اكيد مع المؤسسات والشركات بشكل دائم. سيد علاء حداد، ما هي الطموحات والرؤيه المستقبليه لمؤسسه علاء حداد؟ اكيد لكم طموحات ان شاء الله للتوسع. احنا ان شاء الله يعني حاطين بالخطط المستقبليه التوسع بشكل كبير، عرفت علي؟ نعم. انه نوزع مجالنا بشكل اكبر، احنا بلشنا توزيع شغلنا بشكل اكبر، انه بلشنا ناخذ في المحافظات مش بس بالعاصمه عمان. نعم. يعني عندنا الحمد لله حتى زباين موجودين بالعقبه وبإربد، يعني من شمال المملكه الى جنوب المملكه. نعم. وان شاء الله لو قدام شوي الامور انها بتكون ممتازه ونتوسع بشكل اكبر ان شاء الله. يعني عدد الكوادر ما شاء الله في هذه المؤسسه، خلينا نتحدث عن عدد الكوادر سيد علاء. انا عندي هلا حاليا تقريبا 12 محاسب. نعم. موجودين طبعا كلاتهم بداموا ميداني بعقود طبعا، وليس نعم. على كادر المؤسسه، احنا بنعمل عقود مع محاسبين بيشتغلوا محاسبه بارت تايم، لانه نعم. اصلا اي شركه بيكون فيها كادر مالي. نعم. في شركات صغيرة ما بيكون عندها موظف رسمي قائم بعدد ساعات عمل 8 ساعات عمل بدوام شهر كامل، فبضطروا انه عشان نشاطهم صغير بدوروا على محاسبين يشتغلوا دوام جزئي. جميل، فاحنا بنأمن لهم المحاسبين هدول بالدوام الجزئي. جميل سيد علاء، خلينا نتحدث موضوع اخر، تحدثنا عن عدد الكوادر، حدثنا عن جيل الشباب، اكيد من الفئتين جيل شباب وشابات. نعم نعم، هل يوجد في الاردن ثقافة عيب؟ هل يوجد ثقافة العيب؟ هل هي موجودة؟ ابدا، هاي مش موجودة، غير واردة بالسياق. جميل كامل. جميل، احنا بشكل سابق سمعنا بكلمة ثقافة عيب، احنا حابين نوضحها للسادة المشاهدين انها لحد الان مش موجودة. خلينا نعم. نحث الشباب على العمل، اكيد رسالة توعية ارشاد من حضرتك، بدناش نتجه دائما لديوان الخدمة المدنية الضغط عليها يمكن يشتغل اليوم يمكن يقعد بعد سنة يمكن بعد سنتين،
فبنوجه لهم رسالة توعي وإرشاد، رسالة نبعد هذه الثقافة إذا أنها موجودة لحد هاللحظة. بشكل عام نقطة الأساس بالمواطن نفسه. نعم. المواطن نفسه إذا هو مجتهد وهو عنده إصرار وبيحب العمل بيقدر يخلق فرص عمل بشكل كبير. أكيد. وإذا هو خلق إحنا بنقدم له كل الدعم كامل بتوجيهه للطريق الصحيح لإنجاز المهام التي تكلف به. نعم. فبشكل عام ما في أي عنا نظرة بهذا الموضوع حتى. نعم. إحنا طبيعة شغلنا بتلاقي منه إناث وذكور. نعم. فالحمد لله الطرفين منتهى التعاون من بيكون موجود معهم. نعم. من الخدمات المحاسبية والضريبية شو بتحب توجه رسالة لجيل الشباب؟ بشكل عام الشباب. نعم. بوجه رسالة لكل المواطنين اللي خريجين مادة المحاسبة إنه يثابروا على الموضوع هذا، لأنه الاستمرارية بالعمل هذا بيؤدي إلى كسب خبرة. نعم. إذا أدى إلى كسب خبرة بصير عنده كفاءة وبصير عنده اجتهاد، والاجتهاد هذا بالمستقبل بيقدر إنه ينمي حاله ويتطور ويوصل لمراكز عليا إن شاء الله للجميع. أنا أيضا إحنا من قناة جوسات موجهين رسالة لجيل الشباب والشابات، ومن صار على الدرب وصل ولكل مجتهد النصيب. أكيد بضم صوتي إلى صوتك ساعة رجل عمل السيد علاء حداد. قبل نهاية هذه الحلقة نحن نعيش بمنظومة نعمة أمن وأمان، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، نحكي الأردن حديقة داخل حريقة، الأمور متابعة حوالينا، الله يديم الأمن والأمان على جميع الدول العربية. آمين. لو قدر لك في هذه الأيام أن تقبلت ما جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة في ظل هذه القيادة الرشيدة، ماذا ستقول له سيد علاء حداد؟ أنا أتقدم في البداية لحضرة صاحب الجلالة بجزيل الشكر وجزيل الامتنان اللي هو الشخص الوحيد رب الأسرة الأردنية اللي بيعطينا الأمان كامل للمملكة الأردنية الهاشمية. أكيد. لأنه بوجود جلالة صاحب الجلالة الملك المعظم إحنا الحمد لله عايشين بمنتهى الأمان، والعبء الكبير على جلالته اللي هو بيسهر ليل نهار على تعبنا احنا المواطنين الاردنيين كامله. الله يعطيه العافيه، ان شاء الله يضل فوق راسنا. طبعا الله يعطيه الف عافيه وكل. نعم. الشكر وكل الاحترام له. اكيد. واحنا ايضا حابين ايضا السيد علاء نشكر الجهات الامنيه لعين الساره، حمات الوطن اكيد لهم دائما لازم كلمه. الحمد لله رب العالمين، حمات الوطن الجيش والامن. نعم. وجميع الجهات الرسميه من أصغر فئة موجودة فيها إلى أكبر فئة قائمين فعلا على أرض الواقع، وإحنا منمس هذا الحكي. نعم. على أرض الواقع. نعم. اللي دايرين بالهم على الشعب الأردني وعلى الشارع الأردني وعلى كل العائلات الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. إحنا نتمنى لك توفيق والله يعطيهم العافية، كل عين سائرة بتسهر على راحة المواطن. طبعا. نشكر جلالة الملك لجهوده دائما، أيضا لدعم فرسان التغيير وايضا لنعمه الامن والامان، نشكر كل جهه معنيه ونشكر جلاله الملك مره اخرى. سيد علاء حداد، قبل نهايه هذه الحلقه ايضا حابين نحدد للساده المشاهدين موقع مؤسسه على السيد علاء حداد للخدمات المحاسبيه والضريبيه اذا حاب للتواصل عن طريق الفيسبوك والتواصل الاجتماعي. تفضل سيد. احنا المكتب تبعنا بالعاصمه عمان بشارع المدينه المنوره مقابل مطعم حلويات حبيبة بمجمع سعد سنتر 4 بالطابق الخامس. نعم. الأرقام ستظهر على الشاشة عند زميل المدير التصوير السيد أحمد الخالدي. نتمنى لك توفيق سيد علاء حداد في هذه الحلقة. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة رجل الأعمال والمدير العام لمؤسسة علاء حداد للخدمات المحاسبية والضريبية، سعادة رجل الأعمال السيد علاء حداد، نقول لك الله يعطيك العافية، نتمنى لك التوفيق دائما وأبدا، وشكرا أيضا لدعمك لبرنامجنا الوطني إنجازات وطنية. سيدي أهلا وسهلا فيكم، وأنا بشكركم جزيل الشكر على البرنامج، وبشكر قناة جورسات لدعمها المتواصل للشعب الأردني وللشباب الأردني، وإحنا إن شاء الله كل الدعم موجود لكل الشباب الموجودين في المملكة الأردنية الهاشمية ولقناة جورسات. شكرا فيكم وأهلا وسهلا فيكم بأي وقت. الله يعطيك العافية سيد علاء. يا هلا. الله يعطيكم العافية.